حظا ورقا وكم طرحوا كتابا. الحب الحب أنت، الحب أنت ترفرفين بثوبك الوردي في جنبات هذا البيت. إحياءً لأعياد اللغة العربية وعيد الشعر العالمي، نظمت وزارة الثقافة واللجنة الفرعية لتمكين اللغة العربية احتفالية متنوعة ما بين شعر ومعرض للكتب في مكتبة الأسد الوطنية. افتتحنا معرضاً للكتاب يضم ما لا يقل عن 400 عنوان. ركزنا في هذا المعرض على الكتب التي عالجت قضايا اللغة، طبعا بالإضافة إلى كتب أخرى في الشعر وفي الأدب، لأنها كلها تصب في النهاية في خانة التمكين للعربية. بعد المعرض سيبدأ مهرجان شعري، دعونا إليه 8 شعراء من مختلف المحافظات السورية، من يعني خيرة شعراء سوريا، سيقرؤون نتاجهم الجديد، ربما سيختارون نصوص أيضا تعبر بطريقة أو بأخرى عن هذه المناسبة. يقام على هامش هذه الفعالية معرض للكتاب عن طريق الهيئة العامة السورية للكتاب. يضم المعرض ما يقارب 400 عنوان بما يخص اللغة العربية، بما فيها كتب الشعر وبعض السلاسل التي تصدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب، كسلسلة آفاق ثقافية تصدر عن مديرية التأليف، وسلسلة قضايا لغوية، سلسلة ثمرات العقول تصدر عن مديرية التراث في الهيئة العامة السورية للكتاب. الحفل تضمن 8 شعراء من مختلف المحافظات السورية، حيث رافق الشعراء عزف على آلة القانون، وأيضا افتتح معرض ضم 400 عنوان في مختلف أصناف الآداب والتاريخ والقصة والرواية والدراسات الأدبية، إضافة إلى المعاجم والقواميس اللغوية. تتنوع الموضوعات الشعرية المدرجة للإلقاء في هذه الملتقيات الاحتفالية بيوم اللغة العربية، وقصيدتي تأخذ بعدا شاملا مهتما بالأحوال العربية وما تكابده وتعانيه، من فلسطين الغالية إلى اليمن السعيد إلى بلادنا سوريا العزيزة. وهذا التنوع يبث في قصائد الشعراء آفاقا وجدانية ومعرفية تستلهم التراث العربي. لا يزال الشعر هو الحافظ الحقيقي للغة العربية ولجميع اللغات الأم في البلدان الأخرى. يعني ننظر إلى معظم الشعراء في مختلف بلدان العالم يكتبون بلغتهم الأم الفصحى طبعا، فنحن من باب أولى أن نحافظ على هذه اللغة. وتبقى اللغة العربية هي الأصالة المتجددة والحرفة الأزلية لكل عربي متمسك بجذوره وناطق بلغة الفصاحة والأدب. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد، ستظل رابطة تؤلف بيننا، فهي الرجاء لناطق بالضاد. احتفالية أعياد اللغة العربية واليوم العالمي للشعر، للإخبارية السورية زينب عاقل، دمشق.